قالوا لي تحبها منين؟ قلت لهم أصيلة وحلوة عربية. قالوا لي الأصايل والله عندنا كثار. قلت مو هالشكل عربية. قالوا لي توصفها؟ قلت هيهات أوصف ريم بدوية. أنا الفنان غازي عود الصالحي. بداياتي كانت في منطقة الجمهورية في محافظة البصرة، وبداياتي كانت مع المسرح. كنت في وقتها طالب في متوسطة الطلائع بالجمهورية، وكان مشرف أو المدرس على اللغة العربية كان الأستاذ جاسم الشاوي، وهذا الأستاذ على المسابقة لكتابة نص عن مدينة الجمهورية، شوارعها، مقاهيها، ناسها، عاداتها، تقاليدها. وكانت مسابقة بين الصفوف الثلاثة في هذه المتوسطة، وكتبت أسوة بكل الطلاب. وبعد أسبوع أعلنت النتائج لهذه المسابقة، وإذا يعلن أنه النص الفائز هو غازي عودة. كنت أتوقع أنه هذا النص الفائز أعطاني ظرف، وكنت أتوقع أنه في هذا الظرف مبلغ من المال، ولكن بعد أن فتحت الظرف لقيت بطاقة شرف إلى حضور مسرحية الحقيقة. المشكلة وين؟ المشكلة كيف راح أحضر لهذه المسرحية؟ والوالد الله يرحمه كان رافض هذه الفكرة من الأساس. فالوالدة الله يرحمها توسلت بخالي أنه يأخذني لحضور هذه المسرحية، وبالفعل رحت إلى قاعة التربية. المسرحية تعرض في قاعة التربية مساء، وحضرت المسرحية، وإذا أستاذ جاسم يستقبلني من باب القاعة إلى الكراسي الأولى في المسرح، وضعني بالأمام أنا وخالي حتى نشاهد مسرحية الحقيقة بممثليها، بديكورها، بإنارتها، بموسيقى. وكانت حالة من الانبهار جدا كبيرة. المسرحية تعرض وأنا بيني وبين نفسي أفكر كيف أكتب مثل هذا العمل، شلون يستنى إلي أن أكتب. بعد ما خلصت المسرحية نزل أستاذ جاسم وصعدني بين الممثلين فوق للمسرح حتى يكسر حاجز الخجل عندي. فقررت أنه أبدي أكتب مسرحية، وكتبت أول عمل إلي في مدينة الجمهورية مسرحية بدائية جدا، ولكن أنا أعتبرها بدايات المهمة بحياتي. هذه المسرحية اللي جمعت فيها في وقتها مجموعة من الطلاب، منهم سعيد عبد الباقي احتراماتي إليه، صبيح الوادي احتراماتي إليه، وآخرين. واشتغلنا المسرحية في متوسطة الطلائع تأليف وإخراج، وليس الإخراج المتعارف عليه حاليا، إنما حركة الممثلين وتصحيح الحوارات إلى هذا. بعد هاي المسرحية حبيت أن أكتب الأوبريت، حبيت أن أكتب الأوبريت الغنائي، واستشفيت هاي الحالة من أغاني الأطفال اللي مستمرة بسوق الجمهورية، واللي خلتني أبحث في أغاني الأطفال وأكتب أول أوبريت اللي هو عنبر ورد بمشاركة مجموعة من الفنانين. وكان هذا الأوبريت الأول بحياتي الشعرية، كان تأليف وإخراج وإلحان المرحوم مالك الديراوي. وقدم هذا العمل على مسرح سينما الجمهورية بمدينة البصرة، في نادي الثغر، وكان هناك تأثير واضح لمدينة البصرة في كل كتاباتي المسرحية والشعرية.
هذا مما دعاني أن أختلط مع مجموعة الشعراء في مقهى تلم الأدباء والشعراء تسمى مقهى منقاش في الجمهورية. فكان فيها مهدي عبود السوداني، فالح الطائي، كامل السعد، تحياتي للجميع، حميد صابئ، كل الموجودين كانوا في هذا المقهى. فكنت أسمع وأكتب وأصلح إلى أن أتقنت بعض الفنون الأدب الشعبي، لذلك استخدمت في كتاباتي اللاحقة. كان عندي من خلال هاي التجارب الشعرية والمسرحية اطلاع وهوس بالكتب الفنية والثقافية في مجال المسرح والشعر، وكانت هناك عندي مكتبة ما شاء الله يعني تضم كل الدراسات المسرحية. طورت وثقفت نفسي ذاتيا، هذا مما جعلني أن أخرج بعض المسرحيات ليس بمدينة الجمهورية إنما تحديتها إلى مركز المدينة. فكان أول عمل بمركز المدينة هو في ثانوية الحريري للبنات في بريها في مسرحية كانت اسمها على ما أتذكر لما تزلم، وكانت كل العناصر اللي موجودة في المسرحية هم من العناصر النسوية، وهذا مما أتعبني في التعامل معهم كيف أقدم هذه الأصوات النسائية بعمل رجالي فلاحي ريفي مهم في ذلك الوقت. بال77 عندما جاءت الفرقة القومية لاختيار ممثليها من محافظة البصرة تقدمت أنا وزوجتي وكنت بعمر الشباب، وتم قبولنا أعضاء للفرقة القومية للتمثيل في البصرة، وتم اختبارنا من قبل لجنة من بغداد بكبار الفنانين وبكبار المخرجين. عملت بالفرقة القومية مع الفنان سعدون العبيدي الله يرحمه في مسرحية الشاهد والشهيد والتجربة، لكن ما يؤسف عليه حقا أنه بعد سنة انحلت هذه الفرقة وتوزع مجموعة من الفنانين، قسم من الفنانين ذهبوا إلى مسرح التربية وقسم آخر ذهب إلى نقابة الفنانين. أنا من المجموعة اللي ذهبت لنقابة الفنانين وقدمت أول عمل من تأليف سعد الله والنوس وإخراج عبد الأمير السماوي الله يرحمه في نقابة الفنانين في المسرح. بعد انتقالي إلى قضاء الزبير بسبب ظروف عملي وسكني تعينت كمشرف فني إلى فرقة خولة للمسرح واللي ضمت مجموعة من الفنانين في قضاء الزبير، وهذه المسرحية قدمت أول أعمالي إلها اللي هي مسرحية الصورة من تأليف زوجتي سهيلة إبراهيم ومن إخراجي، وهذه المسرحية كانت فائزة بالجائزة الأولى على مستوى القطر وعممت بتقديمها لكل محافظات القطر. أنا حصتي كانت البصرة ومحافظة الديوانية، وتم إخراج هذه المسرحية بمجموعة من الفنانين اللي منهم ناهي مهدي اللي موجود حاليا بغداد، الفنان عامر جاسم اللي هسه موجود مخرج في تلفزيون السعودي، الفنانة البحرينية ميعاد عواد، وآخرين من الشباب اللي كانوا في قضاء الزبير. بعد هذه المسرحية عمدت إلى تقديم مسرحية أخرى إلى الكاتب المصري السيد الشوربجي واللي هي مسرحية الزنزانة. أيضا بهذه المجموعة من الفنانين اللي ذكرتهم إضافة لهم طفلة كانت تسمى مكارم محسن، حاليا هي أستاذة في جامعة بغداد واللي أخذت الجائزة الأولى في هذا العمل. بعد مسرحية الزنزانة عمدت إلى تقديم مسرحية البيت، وبعد مسرحية البيت مسرحية الجيل، وهذه كانت بمشاركة الفنانة البحرينية ميعاد عواد اللي هي أصولها أصل عراقي، وقدمت على مسرح التربية بالبصرة، وكانت من المسرحيات اللي حققت نجاح كبير في وقتها، وكانت لجنة الإشراف من الأساتذة اللي موجودين حميد خليفة والأستاذ حميد صابر والأستاذ عبد الأمير السلمي كانوا هم اللجنة المشرفة في يوم المسرح العالمي في ذلك الوقت. بعد هذه المسرحيات تم تعييني في اتحاد الشباب، وشكلت مجموعة رابطة المسرحيين الشباب في اتحاد شباب البصرة. سؤالك إلي غازي الصالح والسياسة، أنه هي السياسة هي اللي أقحمت نفسها في أعمال المسرحية، وتناولت هذا المجال في مسرحية لا للفنان الكبير عبد الأمير السلمي، وهذه لا كانت عاجزة أن يقولها أي مخرج أمام السياسيين من الحاكمين في هذا البلد، فقدمت هذه المسرحية بكلمة لا والتي قد تكون هزة غير مباشرة لبعض السياسيين في هذه المسرحية،
وبالفعل حصلت ما حصلت من جراء تقديمي لهذه العملية اللي خلتني أن أكون متحفظ بعض الشيء في إقحام السياسة في أعمال المسرحية والشعرية. يوم مجتمع الشيوخ ويوم ملتم الأمن ومن بعد مدة وراها تنعقد هيئة أمم وإحنا بيض هدوم تدرون علينا من اختلطنا اللطخة بصبغ الملابس لطختنا، لا قبضنا من الشيوخ ولا انتفعنا من الأمن. ومثل ما شفنا الغرب عند اجتماع احنا هم عود اجتماعنا، يوم مجتمع الوزارة ويوم قمة ويوم آخر ينعقد للجامعة، صار عندهم اجتماع ولا ما صار اجتماع؟ احنا كل شيء ما بدينا غير نقعد ننتظر منهم نتيجة. هسه اليوم باشر ساعة تسمع من لغي الاجتماع، ساعة تسمع مأجلين شعار آخر، لبن تنشد ليش ملغي الاجتماع؟ لأن بذيال الجريدة لو نفر مختار منهم لو نتيجة صعبة وتخالف بعضهم ولو ولو ولو، وبسبب هاي السوالف ينوخذ حق الشعب. بعد حالة المراقبة والتجديد عليه فيما أكتبه من مسرح وما عرضته من قصائدي، حسيت أنه أنا لازم أغير في كتابتي للقصيدة، فغيرت في القصيدة الشعبية وغيرت حتى في القصيدة الحديثة، واتجهت اتجاه آخر قد يحسب البعض أنه هو هذه لكتابات الأستاذ الشاعر الكبير نزار قباني. فأخذت هذا الطريق وبديت أكتب كتاباتي البدائية في مجال الشعر، وهي قصيدة لا تتعجبي يا سيدتي، لا تتعجبي يا سيدتي فأنا بالعشق لازلت غبي، لا تتعجبي فرغم كبري لا زالت قدماي تتعثر، وخطايا قد تحبو حبي أقع هنا وأفيق هناك، وأنا للآن يا سيدتي لم أنل حتى نصف مطلبي، تحكمني قوانين العشيرة وتلاحقني وصية أمي وخيالات أبي، وأنا يا سيدتي أمام عاتيات الروج تمزقت أشرعتي وما عاد للحب مرافق تستضيف مركبي، ما عاد للحب مراكب تستضيف مركبي، فلا تتعجبي يا سيدتي أنا لست ملاكا لا ولا أنا من سلالة أجنبي، ولكن يا سيدتي بعد أن تكسرت أقلامي وتبحثرت أوراقي وتمزق كل ما أود كتابته كتبي وتكسرت أقلامي أصبحت بقانون الحب ومعاشرة النساء، أنا يا سيدتي جدا غبي. بعد هذه القصيدة واللي نالت إعجاب مجموعة من الشعراء ومن الأدباء، عملت أن أنحى هذا المنحى في كتابة القصيدة الحديثة، في كتابة القصيدة الحديثة، واستمرت في هذه الكتابة. يعني هناك مثلا عندي قصيدة اللي هي لعبة الطاقي. لعبة الطاقي هي لمجموعة من الأطفال اللي يلعبون الطاق في مناطق الجمهورية التميمية، مناطق العشار، بهذه الأعمار اللي بين 7 إلى 12 سنة. ستبدأ لعبة الطاقي، هنا قفزا على الحبل، هنا بيتي وهنا لعبي وأمشاطي وأطواقي، لا أدري في من أيهله، لا أدري في أي منها قد أله، في صف قطار ركابي أو جرة حبل العشاق، حيرة أنا، فالموؤودة لا زالت تلهو في الأسواق، وسنين عمري لا تعرف عشقا ولا تعرف ما معنى بعلي، ولا ألهو لهو المشتاق، لا أعرف أغسل فنجانا، لا أطهو، لا أعرف أشطف أطباقي، دعني وشأني، بسريري ترقص أحلامي، وتحت وسادتي قد غازل قلمي أوراقي، وبشعري أكف قد تعبث وزنودا تلهو لعناقي، أبي هنا يناغيني، وهنا جدتي كانت ولا زالت مع أخواني تسليني، وها أنا أما هناك تغطيني وتلف الساق بالساقي، دعني وشأني، فلتأسأ إن جئت خطيبا ولتطمر فيك الأحداق، وليمت من شرع هذا قرارا بالسخف فاقي، فدعني وشأني، فقرارك قد كان أهوج.
مثل روحي كنت حساس عشت بياض مثل قلبي. اللحظات الحزينة في حياة الفنان غازي الصالحي واللي أنا أعتبرها هي الأسوأ هو قرار الغربة. قرار الغربة لأنه حضرتك تعرف بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا علي كرامه. هذه قرار الغربة أثر علي في كتاباتي الشعرية وأثر علي في كتاباتي المسرحية. ومما زاد الطين بلة أنه في حالة الغربة في سوريا أنا كنت أعاني من مشكلة وهي كيف أقدم أعمالي وأنا لم أتقن اللهجة السورية. يعني كان كثير من الكلام أنا ما أعرفه باللهجة السورية، فكان كيف أقدم هالعمل المسرحي في سوريا وأنا لم أتمكن من إتقان اللهجة السورية، المفردات خاصة الشعبية، لأن أنا مولع وبشكل كبير بالأعمال الشعبية التراثية. وجدت خزين كبير في سوريا من الأعمال ومن الموروث الشعبي السوري المقارب للموروث الشعبي العراقي، فعمدت إلى أن أمزج بين هذا الموروثين العراقي والسوري في مجال الأغنية في مجال المسرحية. بس كانت الصدمة الكبرى هي عدم إتقان اللهجة السورية. وكانت نصيحة من الأستاذة الفنانة الكبيرة السورية شكران مرتجى مشكورة تحياتي إلها، وأيضا الأستاذ الفنان الدري أسكاف عندما قابلتهم ونصحوني أنه يا أستاذ غازي حاول أن تتقن اللهجة السورية وقدم أعمالك المسرحية في سوريا. قولها باقي وفي وما خونها قولولها مشتاق أشوف عيونها قولولها باقي وفي وما مشتاق أشوف عيونك عايشة مثل البنات لو بيها دارت هالحياة عايشة مثل البنات لو بيها دارت هالحياة وشلونها ليلة السنة. وما أثر بي بشكل كبير جدا هو فقدان زوجتي سهيل إبراهيم واللي كانت سند إلي في كتاباتي في نقاشاتي في تصليح بعض أعمالي الفنية، فكان إلها تأثير واضح حتى في أعمالي، وهذا مما دعاني أن أكتب لها مجموعة من القصائد الخاصة بوفاتها بحالة مرضها بمعاناتها بعادي عنها هذه الفترة الطويلة من الزمن. هذه كلها أثرت على حياتي المسرحية وحياتي المسرحية، وهذه خلتني أبتعد عن المجال الفني وعن المجال الشعري بحدود سنة كاملة. لا زالت أن تحت هذا الظرفين من الغربة ومن الفقدان. باقي وفي وما خونها قولولها مشتاق أشوف عيونها قولولها باقي وفي وما